وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا على الهواء مباشرة من العاصمة كينيا موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، بعد التحية، اطلعنا على جدول الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة نيروبي، وخاصة عن أعمال القمة اليوم والتحضيرات الجارية لها ومناقشة العديد من الملفات الإقليمية وخاصة ملف التكامل الاقتصادي بين دول القارة. أسئلة كثيرة ومتعاقبة، أرجو أن تمنحيني الوقت أرجو أن تمنحيني الوقت الكافي للإجابة على كل هذه التساؤلات. بداية، اليوم هو يوم عطلة بالنسبة لكينيا، وأيضا توقفت الاجتماعات التحضيرية أو انتهت الاجتماعات التنسيقية التحضيرية أمس انتظارا لانطلاق القمة في دورتها النصف سنوية الخامسة بحضور الرؤساء والقادة الأفارقة المدعوين لهذه القمة. مدعوين لهذه القمة بمعنى أنها ليست قمة يحضرها كل أعضاء دول الاتحاد الإفريقي مثل القمة الأساسية في يناير من كل عام والتي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وإنما هي قمة نصف سنوية تم استحداثها عام 2019 لتكون قمة نصف سنوية دورية تجرى أو تعقد في الدولة التي يتم الاتفاق على استضافتها لمتابعة تنفيذ القرارات التي صدرت عن القمة الأساسية السابقة في يناير من العام الجاري، وأيضا متابعة جهود عدد من الدول والأعضاء تحديدا المكلفين والذين مطلعين بعدد من الملفات الهامة من ملفات التكامل والتعاون الإفريقي المشترك. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور العاصمة الكينية نيروبي كثاني زيارة لسيادته. الزيارة الأولى كانت في عام 2017. من المنتظر أن يشارك سيادته في الاجتماعات على مستوى رؤساء الدول وقادة الحكومات والتي تنطلق صباح غد في العاصمة نيروبي بإلقاء سيادته لكلمتين هامتين. الكلمة الأولى تتعلق حول متابعة تنفيذ مستهدفات الخطة العشرية التابعة أو المنضوية تحت خطة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية حتى عام 2063. وهنا السيد الرئيس مدعو لهذه القمة بصفة سيادته رئيسا للجنة النباد طوال العامين الماضيين. السيد الرئيس سوف يرفع تقرير للقمة حول جهود الرئاسة المصرية طوال العامين الماضيين لتحقيق التكامل التكامل الاقتصادي القاري ومتابعة جهود التنمية المستدامة في عدد من الدول الإفريقية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت إلى حيز النفاذ. هناك أيضا كلمة هامة سوف يلقيها السيد الرئيس في جلسة تتعلق بالتغيرات المناخية بصفة سيادته الرئيس الحالي للاتفاقية متعددة الأطراف المعنية بالتغيرات المناخية. إلى جانب مشاركة السيد الرئيس في فعاليات القمة، سوف يعقد سيادته قمة هامة تجمعه بالرئيس الكيني ويليام روتو. قمة سوف تتناول مجمل العلاقات الثنائية التاريخية التي جمعت كل من القاهرة ونيروبي واستعراض آفاق التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، إذا ما علمنا أن هناك علاقات تجارية واستثمارية قوية تجمع البلدين في عدد من المجالات والقطاعات، وأيضا هناك تواجد جيد للغاية للشركات المصرية التي تعمل في قطاعات البنية التحتية والإنشاءات الصناعة الزراعة الصحة والدواء وغيرها من القطاعات الهامة للسوق الكيني. الجانب الكيني يعني يتطلع للاستفادة من هذه الخبرات المصرية في عدد كبير أيضا من القطاعات الأخرى. بالإضافة إلى هذه الموضوعات، من المنتظر أن تناقش القمة المصرية الكينية عدد آخر من القضايا والمستجدات الإقليمية التي باتت تلقي بظلالها على حالة السلم والأمن في إفريقيا وتلقى اهتماما كبيرا من الجانبين المصري والكيني. لا يفوتني هنا أن هناك حالة من الانتظار لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءاته التي سوف تجمعه بأشقائه الأفارقة المشاركين في هذه القمة للتعرف من سيادته على آخر مستجدات الجهود المصرية المبذولة في صعيد حلحلة الأزمة في السودان، خاصة وأن القاهرة استضافت قبل يومين قمة هامة وهي قمة دول جوار السودان. هناك انتظار ورغبة متزايدة لدى الأشقاء الأفارقة للاستماع لتقديرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الجهود المصرية المبذولة في هذا الصعيد بالتكامل والتعاون مع عدد من المبادرات الإقليمية
العالمية والدولية المبذولة في هذا الشأن. زيارة هامة للسيد الرئيس في وقت يتعلق بتزايد للإرادة السياسية لدى الأطراف الأفارقة لدعم وتعزيز التعاون بينهم في سبيل إقرار خطة التكامل الاقتصادي القاري، وأيضا تنفيذ طفرات متزايدة من هذا التعاون خاصة على الصعيد التجاري والاستثماري، انطلاقا من تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة التي أشرنا أنها دخلت بالفعل حيز النفاذ، ويبقى آليات المتابعة لهذه الأهداف. نعم صحيح، وغيرها من أيضا الإعلان عن وجود جواز سفر لدول إفريقيا ما بينهم وبين بعض. بشكرك شكرا جزيلا على رشوان، مفاد التلفزيون المصري، كنت معنا من العاصمة كينيا، شكرا جزيلا لك.